يكونش حيت دابا ما عندوش يشوف النيرفي ويشوف كاين بعينيه. الابن ديالي تكرفسوا عليه ذبحوه، عنده 31 غرزه في العنق ديالو، وجابوه للسبيطار وما داووش، ردوا لي عينيه وخيطوا لي الشفر، ماشي راقبوه ولا داووا لي شي حاجه ولا عتقوه في الجده ولا شي حاجه. وملي خيطوا ليه ردوه للحبس، عاود في الليل فقسوا لي عينيه، ولكن هذاك رئيس المعقل هو اللي سبب لي في هذه المشاكل كامله، هو اللي سبب لي، هو عرف فين داعد شي وحدين، قال واحد الكلمه خايبه انا ما نقدرش نقولها، قال لولدي ما حشمش مني وقال لي، قال واحد الكلمه خايبه ما انا ما نقدرش نقولها الكلمه هذه، وتكرفسوا عليه وعاود جابوه للسبيطار، ملي جابوه ردوه مخرج لي عينيه، غير ردوا لي عينيه وخيطوا لي الشفار ديالو وخلوه. هادشي اللي كاين، ونطلبوا من سيدي ربي يكون معاه يرجع لي الشوف ديالو. هادشي اللي غادي نقولو، هادشي اللي غنقول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.